أهلا بكم في نشرة الأخبار، والبداية بالعناوين. وفدا الحوثي والمخلوع يغادران مسقط باتجاه الكويت بعد يومين من موعد انطلاق المشاورات. اتفاق أمريكي خليجي لتسيير دوريات مشتركة لمنع وصول الأسلحة الإيرانية إلى اليمن. التوقع في شبوة على اتفاقية لوقف إطلاق النار بين الجيش والميليشيا في مديريتي عسيلان وبيحان. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ونستهل النشرة بفتح ملف خاص عن آخر المستجدات وتطورات المرافقة لمحادثات السلام في دولة الكويت برعاية الأمم المتحدة. غادر وفد ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح العاصمة اليمنية صنعاء متوجها إلى العاصمة العمانية مسقط قبيل التوجه للكويت للمشاركة في المشاورات مع الحكومة. وقالت وكالة الأنظار إن وفد الحوثي وحزب المؤتمر غادر العاصمة صنعاء على متن طائرة عمانية متوجها إلى مسقط من أجل المشاركة في مشاورات الكويت التي كان من المقرر انطلاقها قبيل يومين برعاية الأمم المتحدة. من جهته حث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الأطراف اليمنية على الانخراط بحسن نية مع مبعوثه الخاص والد الشيخ أحمد حتى يتسنى للمحادثات في الكويت أن تبدأ دون مزيد من التأخير. وأكد المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوغاريك على ضرورة اغتنام هذه الفرصة للمضي قدما بعملية السلام وإنهاء الصراع الذي طال أمده. وأشار إلى أن وفد الحكومة اليمنية قد وصل إلى الكويت بانتظار مشاركة الميليشيا في المحادثات، غير أن انعقاد الجلسة الافتتاحية للمشاورات تعثر بسبب تغيب وفد الميليشيا ومطالبته بتثبيت وقف إطلاق النار وتعديل أجندة المشاورات التي طرحها والد الشيخ. قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني إن دول المجلس اتفقت مع الولايات المتحدة على تسيير دوريات مشتركة لمنع وصول أي شحنة أسلحة إيرانية إلى اليمن. وأكد الزياني خلال مؤتمر صحفي مع كارتر إن واشنطن ملتزمة بالوقوف مع دول المجلس ضد الممارسات الإيرانية. تحظر اليمن على هامش الاجتماعات الدولية والإقليمية كملف يبحث عن حل ينهي حالة الحرب التي يمر بها منذ الانقلاب الذي قامت به ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع منذ أكثر من عام ونصف. الملف اليمني يكبر كل يوم أكثر ويسقط فيه ضحايا جدد، وتحول لمجرد اسم يضاف إلى أسماء دول تعاني من الفشل وتلتهمها الصراعات والانقسامات الدولية. جولة مفاوضات ثالثة تسير على غرار الجولات السابقة، تفاوض فموعد فتخلف عن اللقاء، ثم يعود كل طرف إلى قواعده للعودة إلى مربع الصفر الأول. تراوغ الميليشيا وهي تستند للتناقضات الدولية ورغبتها في إطالة عمر الأزمة اليمنية باعتبارها الثقب الأسود الذي يلتهم المواقف الإقليمية ويجعلها رقعة شطرنج، بموجبها يتم ترتيب أوراق الصراع الإقليمي في مناطق أخرى. جولة جديدة يقوم بها الرئيس الأمريكي باراك أوباما في المنطقة بحثا عن حلول للكوارث التي لحقت بها خلال فترة تواجده في البيت الأبيض، وفشلت جميع جهوده في الإيفاء بأي من تعهداته لحلفائه باستثناء الطرف الإيراني الذي استطاع إخراجه من بوابة العقوبات على حساب مصالح ومخاوف دول الخليج وأمن المنطقة واستقرارها. مكافحة الأنشطة البحرية المخالفة الإيرانية من خلال تسيير دوريات المشتركة، لاعتراض حمولات الأسلحة الإيرانية الموجهة لليمن أو لغيرها من مناطق الصراع. لا يمكن قراءة الدور الأمريكي بمعزل عن تصريحات وزير خارجية أمريكا التي تحدث فيها عن تفاهمات سياسية فور تثبيت وقف إطلاق النار، واتهامه الرئيس هادي بتعقيد الموقف السياسي.
بسبب تعيينه الأحمر نائبا له وبن دغر رئيسا للحكومة، وهو ما جعل العديد من المراقبين يتحدثون أن ذلك الموقف هو ما جعل ميليشيا الحوثي وصالح تتخلف عن حضور مباحثات الكويت والركون إلى الموقف الأمريكي المعرقل لأي تصعيد مقبل تجاه الميليشيا في أروقة المؤسسات الدولية. تسعى المملكة ومن ورائها دول الخليج للخلاص من الكابوس الذي نما في حديقتها الخلفية وانتبهت له في وقت متأخر، لكنها تجد نفسها بدون غطاء دولي وبدون حلفاء لا يسعون للي ذراعها. تخوض المملكة معركتها الخاصة وتخوض الميليشيا معارك بالوكالة للحليف الواقع خلف البحار، ويستمر اليمنيون بدفع ثمن تناقضات كافة الأطراف الإقليمية والدولية وأخطاء عقود طويلة من السياسة الفاشلة. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من الكويت المحلل السياسي أحمد البحيح. مرحبا بك سيد أحمد. وبداية، هل اتضح إلى الآن موعد وصول وفد الميليشيا للالتحاق بالمشاورات؟ نعم، وصل قبل تقريبا ساعتين طائرات كويتية التي تقل وفد المتمردين إلى عاصمة عمان مدينة مسقط العمانية. نعم. ومن المحتمل أن يصلوا غدا بإذن الله، من المتوقع أن يصلوا بعد الظهر أو في المساء إلى دولة الكويت بعد أن تأخروا 3 أيام من الموعد المحدد لانطلاق هذه المشاورات. نعم سيد أحمد، هل لديك أي معلومات عن الرسالة التي بعث بها الموفد الأممي لليمن ولد الشيخ للحوثيين والمؤتمرين التي على ضوئها اتجهوا للكويت للمشاركة أو للالتحاق بالمفاوضات؟ الحقيقة الأمر، الحكومة اليمنية بعد أن وصلت بناء على الموعد المحدد من قبل المبعوث الدولي إلى اليمن، وضعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أمام مسؤوليتها تجاه الالتزامات، وهنالك وجود الضغوط من قبل الشفراء 18+4 على وفد الانقلابيين لالتزامهم بحضور هذا الموعد المحدد مسبقا. نعم. بالإضافة إلى كون الحكومة هددت بالانسحاب الكلي من أي مشاورات قادمة مع الميليشيات وطرح خيار الحشد العسكري بالخيار الوحيد وعدم الاستجابة لأي مبادرات قادمة إلا أن الانقلابيين يعني بعد أن ورث عليهم هذه الضغوطات وتهديد الحكومة بالانسحاب من أي مشاورات قادمة يعني وافقوا على أن ينضموا إلى المشاورات، وكذلك أن يبدأ بحسب المعلومات أن تبدأ المشاورات تقوم يوم الجمعة أو السبت. نعم. ليبدأ عقد أول جلسات هذه المشاورات. نعم، ماذا بالنسبة لجدول الأعمال؟ هل لديك أي معلومات عن جدول الأعمال الخاصة وأيضا مرجعية المشاورات؟ حتى الآن لم تتضح بالنسبة لجدول الأعمال متى سيبدأ ومن أين سيبدأ، ولكن المرجعيات واضحة. نعم. وهي المرجعيات التي على أساسها قدمت الحكومة اليمنية وقبلت بهذه المشاورات، وهي كيفية تطبيق قرار 22/16 والمرجعيات المعترف بها دوليا، أي مبادرة خليجية وآلية التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني. نعم، إذا سيد أحمد البحيح المحلل السياسي كنت معنا من الكويت، شكرا جزيلا لك. بحثت الحكومة في اجتماعها الدوري آفاق السلام الدائم والمأمول من مشاورات الكويت المحتمل انعقادها خلال الأيام القادمة بعد تأخر وفد الانقلابيين عن الحضور في الموعد المقرر. وجدد رئيس الحكومة أحمد بن دغر موقف السلطة الشرعية الحريص على إحلال السلام الشامل الضامن لعودة الدولة ومؤسساتها وتثبيت الأمن والاستقرار للشعب اليمني. واستعرض وزير الداخلية لواء حسين عرب تقريرا عن الحالة الأمنية والعسكرية في بعض المحافظات والجبهات، مشيدا باستماتة الجيش الوطني ورجال المقاومة الشعبية في الدفاع عن مداخل باب المندب ودحرها للميليشيا والسيطرة على كافة المواقع الاستراتيجية.
أعلن في محافظة شبوة عن آلية لتنفيذ وقف إطلاق النار بعد توقيع اتفاقية بين قوات الجيش الوطني والمقاومة وبين الميليشيا في جبهات عسيلان وبيحان. وشملت وثيقة الاتفاق وقف إطلاق النار في كل الجبهات ومعالجة جميع الخروقات للهدنة وفتح الطرق لإدخال المساعدات الإنسانية وتكليف لجنة للأسرى والمعتقلين والمفقودين من الطرفين، وذلك بإشراف لجنة وقف إطلاق النار. وقف الحرب في محافظة شبوة يأتي في إطار ما تم الاتفاق عليه لتثبيت وقف إطلاق النار في البلاد، أملا في تهيئة الأجواء للدخول في جولة مشاورات تحت مظلة الأمم المتحدة في الكويت. اتفاق آخر على غرار الاتفاقيات الأخرى من قبل اللجان المكلفة جرى في المحافظة لوقف إطلاق النار بين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة، وقوات المخلوع صالح وميليشيا الحوثي من جهة أخرى، لوقف كافة الأعمال العسكرية. الاتفاق قضى بوقف إطلاق النار بكافة أشكاله في كل جبهات المحافظة ومعالجة الخروقات وفتح الطرقات والمنافذ وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية ومعالجة الإشكالات في مصالح المواطنين. وتضمنت البنود أيضا البت في قضية الأسرى والمفقودين، وسيتم ذلك من خلال تكليف عدد من الأشخاص وبإشراف من اللجنة المعنية بذلك لإنجاح عملية التبادل بين الطرفين. لكن انهيار اتفاق وقف إطلاق النار مرتبط أيضا بالتزام جميع الأطراف بما ورد في بنود الاتفاق، خاصة مع ما تشهده باقي المحافظات من خروقات ارتكبتها الميليشيا والمخلوع، وهما قد يعرقل جولة المشاورات بين وفدي الشرعية والميليشيا وحليفها المخلوع صالح. هذا وأكدت قيادة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية التزامها بالهدنة ووقف إطلاق النار بالرغم من استمرار خروقات ميليشيا الحوثي والمخلوع. وقال عضو لجنة مراقبة وقف إطلاق النار أحمد ربيع إن قيادة الجيش والمقاومة بجبهات القتال بمأرب أكدت التزامها بالتهدئة رغم الخروقات المستمرة من قبل الحوثيين وقوات المخلوع. وكانت لجنة المراقبة التابعة للحكومة قد زارت جبهة صرواح والتقت قيادة الجيش والمقاومة لبحث مستجدات الهدنة والوضع الميداني. أعادت سيول الأمطار الحياة إلى سد مأرب ووجدت فيه العديد من الأسر متنفسا لها، ومع هطول الأمطار مؤخرا ارتفع منسوب مياه السد وحول المنطقة إلى مزار مفتوح للمواطنين. لا تكاد تجد موضع قدم إلا وفيه زائر إلى سد مأرب، فمع تداعيات الحرب ونزوح المئات من محافظات الجمهورية التي جعلت من مأرب مأوى لها، وجدت تلك الأسر متنفسا لها مع نزول الأمطار مؤخرا على المحافظة لتزدحم أروقة السد. أبناء مأرب يرحبوا بأبناء الشعب اليمني الذي يعانوا من جور الميليشيا وظلمهم ومن ميليشيا صالح. مطلع أكتوبر من العام المنصرم استعاد الجيش والمقاومة سد مأرب من يد الميليشيا الذين حولوه إلى ثكنة عسكرية وأفرغوه من مياهه وعطلوا بوابته الرئيسية. ومع هطول الأمطار على مأرب والمحافظات المجاورة ارتفع منسوب مياه السد وبلغت كمية المياه الحالية 140 مليون متر مكعب من إجمالي 400 مليون متر مكعب التي تعد السعة التخزينية للسد بحسب مسؤولين محليين. اليوم زرنا سد مأرب وهو الجو فظيع، وهي أول زيارة لسد مأرب، أول مرة نزوره، والسيول عادلة الآن واصلة للسد، والسيول للسد بتتجه من جميع المحافظة، والسد بالنسبة له ارتفع زيادة على ما كان أول، على ما يجابرونا الذي زاروا من قبلنا. يفتقر سد مأرب لأدنى مقومات المواقع السياحية، ما يثير تساؤلات حول أسباب إهمال السلطة المحلية له كمعلم يقصده الزوار من الداخل والخارج. وإلى تعز، حيث أكد الناطق باسم المجلس العسكري منصور الحساني استمرار الميليشيا بخرق الهدنة واتفاق وقف إطلاق النار الموقع من قبل لجنة التهدئة. وقال الحساني إن الميليشيا واصلت إطلاق النار وأغلقت المداخل الرئيسية للمدينة وشنت هجمات على معسكر المطار القديم التابع للواء 35. وأضاف أن الحوثيين وقوات المخلوع هاجموا مواقع المقاومة والجيش الوطني في جبهة ضباب والسجن المركزي، وكذلك تبت الدفاع الجوي.
وفي سياق متصل، حذر المتحدث باسم المقاومة في تعز محمد مقبل الحميري من سعي ميليشيا الحوثي لاقتحام مقر اللواء 35 الواقع في الجهة الغربية من المحافظة، مستغلة اتفاق وقف إطلاق النار مع الحكومة وتوقف غارة التحالف. ونقلت صحيفة عكاظ السعودية نقلا عن الحميري قوله إن الحوثيين استغلوا فترة الهدنة الأولى مع بدء الحرب للتوسع في احتلال المديريات والمدن، وهم الآن يكررون ذات السيناريو في استغلالهم للهدنة الراهنة والمشاورات التي تستضيفها الكويت. وأضاف أن الحوثيين واصلوا استهداف مواقع المقاومة، لا سيما المواقع التي تم تحريرها كمقر اللواء 35 وجامعة تعز، كما نقلوا آليتهم العسكرية على طريق تربة تعز. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف من تعز مراسلنا حمزة أمين. مرحبا بك حمزة، وبداية دعنا نتحدث عن الخروقات المستمرة والأنباء التي تصلنا وتوردنا دائما عن هذه الخروقات، ما الجديد لديك؟ تواصل الميليشيات الانقلابية مسلسل الخروقات هنا في تعز بمحاولاتها المتكررة الهجوم على مواقع المقاومة التي تم تحريرها. نعم. هي تحاول الميليشيات الانقلابية التستميت في هجماتها المتكررة على موقع معسكر اللواء 35 المزرع، حيث تقوم بشن هجماتها الليلية والمتواصلة على ذلك المعسكر. أيضا الميليشيات تقوم بمسلسل الخروقات في العديد من جبهات المدينة، حيث حاولت التقدم باتجاه تبة الدفاع الجوي تحت تغطية النارية الكثيفة، وبعد أن قامت بقصف معسكر الدفاع الجوي بقذائف الهاون. نعم. إلا أن رجال المقاومة الشعبية والجيش الوطني استطاعوا صد تلك الهجمات. أيضا الميليشيات الانقلابية حاولت التقدم في الجبهة الشرقية في منطقة سعدات، واستطاع رجال المقاومة الشعبية والجيش الوطني أيضا التصدي لهم. كما دارت اشتباكات متقطعة في أحياء متفرقة في الكامب والدعوة وحي الزهراء. نعم. إذا حمزة، ماذا عن لجنة التهدئة والمراقبة؟ هل هنالك أي موقف من اللجنة تجاه هذه الخروقات المستمرة؟ هنالك دعوات من قبل اللجنة تثبيت وقت إطلاق النار، وهناك تواصل مستمر مع أعضاء اللجنة الممثلين عن الميليشيات الإنقلابية من أجل تثبيت وقت إطلاق النار وفتح مداخل المدينة، إلى أن الميليشيات تواصل كعادتها مسلسل القصف الهمجي على أحياء متفرقة في المدينة، حيث تقوم بقصف المناطق الأهلة للسكان في منطقة الديم والقرى المجاورة لها في صبر. أيضا تقوم بقصف الأحياء المتفرقة في مدينة تعز من مواقع تمركزها في الجهة الشرقية في تبة سوفتيل والمكلكل. أيضا الميليشيات تقوم تواصل فرض حصارها الخانق على المدينة من الجهة الشرقية والشمالية والغربية، وتستمر في منع دخول المواد الأساسية والإغاثية ومنع دخول المركبات، كما تفرض قيودا على حرية تنقل المواطنين الراغبين بالدخول أو الخروج من المدينة. نعم. إذا مراسلنا حمزة أمين كنت معنا عبر الهاتف من تعز، شكرا جزيلا لك. وما زلنا في تعز، حيث كرمت مؤسسة مدنية 30 جريحا من جرحى المقاومة في تعز عرفانا بدورهم في الدفاع عن المدينة، وطالب الجرحى الحكومة بالقيام بدورها باستكمال إجراءات علاجهم ونقل الحالات الخطرة إلى الخارج. جرحانا عزيمة وإصرار، تحت هذا الشعار نظمت مؤسسة الرعاية التنموية لأسر الشهداء والجرحى مهرجان تكريم لذوي الأقدام المبتورة من جرحى مدينة تعز. قمنا اليوم بتكريم 30 جريحا معاقا ممن بترت أقدامهم السفلية، وذلك أقل ما يمكن أن نقدمه لهم من وهم ضحوا بأجسادهم وضحوا بحياتهم من أجل هذا الوطن. الفعالية التي جاءت بتمويل من الناشطة توكل كرمان الحائزة على جائزة نوبل للسلام وبرعاية من محافظ المحافظة علي المعمري، تأتي عرفانا بالتضحيات التي قدموها في سبيل الدفاع عن الوطن وليس عن تعز وحدها. بدورهم أبدى الجرحى سعادتهم بهذا المهرجان الذي نظم لأجلهم
ووجهوا رسائل الشكر والعرفان لكل من وقف معهم وساهم في تذكرهم. نشكر كل من قدم العون وكل من قدم يد المساعدة للجرحى، ونناشد الحكومة ورئيس الجمهورية بأن يكون لهم وقفة جادة معنا، مع جرحى تعز، مع كل من يدافع عن هذا الوطن. تضحية هؤلاء الجرحى هي ما استدعت إقامة المهرجان لهم، فيما لا زال بعضهم ينتظر من الجهات الرسمية المتمثلة بالحكومة تقديم ولو جزء يسير من الوقت والجهد لأجلهم وسرعة النظر في ملفاتهم من أجل استكمال العلاج. الاهتمام بهؤلاء الجرحى وأسرهم هو واجب الحكومة بدرجة رئيسية، هي من كان ينبغي أن تقوم بدورها، ولكن على ما يبدو سينتظرون طويلا في مدينة لا تزال محاصرة تتعرض للقصف ويسقط كل يوم فيها ضحايا جدد. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز. وإلى إب، حيث اختطفت ميليشيا الحوثي والمخلوع 5 مدنيين بعد شنها حملة مداهمات على منازل في مديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء. وقالت مصادر محلية إن الميليشيا داهمت قرية القاهر واختطفت المدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة، وأطلقت النار عشوائيا على منازل المواطنين. إلى ذلك قصفت الميليشيا بالأسلحة الثقيلة مناطق الحماطي وذميجر في المديرية، كما قصفت مواقع المقاومة في دنبوس، فيما اندلعت اشتباكات بين الجانبين في المنطقة ذاتها. وفي السياق ذاته شنت الميليشيا حملة مداهمات لعدد من المؤسسات التعليمية في محافظة إب. وقال شهود عيان إن الميليشيا اقتحمت مدرسة عائشة للبنات في منطقة الرياسي بحزم العودين، واختطفت المعلم سمير العامري، كما اقتحمت مجمع سعد بن معاذ التربوي ومجمع الشهيد سلايا في منطقة جوبلة، واختطفت طالبا يدعى رمزي محمد حسن واقتادته إلى جهة مجهولة. قالت منظمة أطباء بلا حدود في اليمن إنها تواجه تحديات في توسيع نطاق عملها وتوفير الموارد البشرية اللازمة لتغطية الاحتياج الذي نشأ بسبب الحرب. وأشار ممثل المنظمة حسن بوسنين إلى الحاجة لوجود منظمات دولية تعمل في الميدان، لأن الاحتياجات في اليمن كبيرة ولا تقتصر فقط على الجرحى الذين هم بحاجة للرعاية الصحية، بل تتعدها لتشمل النساء والأطفال والمرضى الذين يعانون من الأمراض المزمنة. أعلن وزير الثروة السمكية فهد كفاين توزيع 60 قارب صيد كتعويض للصيادين الذين تضرروا جراء إعصاري تشبلة وميغ الذين ضربا الجزيرة أواخر العام الماضي. جاء ذلك خلال وضع كفاين وعدد من مسؤولي محافظة أرخبيل سقطرى لحجر أساس مشروع الميناء السمكي في منطقة حالة. لأنه عدم وجود موانئ سمكية وحواجز لحماية السواحل ساهم في تعميق الأثر الناتج عن إعصار تشابالة وميك. نحن بصدد وضع حجر أساس لخمسة موانئ سمكية في المجمعات الخمسة في كل المجتمعات الساحلية في أرخبيل سقطرى، وهكذا أيضا في محافظة حضرموت وشبوة والمهرة وبقية المحافظات.
اقتحم عدد من مسلحي ميليشيا الحوثي مقر نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء، وحملت النقابة السلطة الأمنية بما فيها أمن الجامعة المسؤولية الكاملة بمنع هذه المظاهر المسلحة المنفلتة داخل الحرم الجامعي وجعله بمنأى عن هذه الممارسات احتراما للحرم الجامعي وقدسيته. واستنكرت النقابة في بلاغ لها ما أسمته بالسلوك المشين، محملة في الوقت ذاته الدكتور فوزي الصغير مسؤولية تكرار استخدام المسلحين والطلبة في الترهيب والاعتداء على منتسبي الجامعة. كرمت منظمة فلذات للطفولة بالتعاون مع مبادرة عين 20 طفلا من الموهوبين في مدينة تعز المحاصرة. وقال رئيس المنظمة نجيب قحطان إنه لا بد من دعم الأطفال الموهوبين وتشجيعهم، كما أكد وكيل محافظة تعز رشاد الأكحلي على ضرورة الاهتمام بالأطفال في تعز ومساعدتهم للخروج من الوضع الذي يعيشونه في المدينة جراء القصف والحصار. وحاولنا اليوم أن نكون حاضرين لنوصل رسالة للعالم بأن أطفال تعز رغم الموت والدمار طيلة عام كامل إلا أنهم لا يزالون صامدون وواقفون ويقدمون إبداعاتهم. علينا أن نحيط أطفالنا برعاية كاملة بقدر ما نستطيع في ظل الظروف القاهرة التي نعيشها. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. وفد الحوثي والمخلوع يغادران مسقط باتجاه الكويت بعد يومين من موعد انطلاق المشاورات. اتفاق أمريكي خليجي لتسيير دوريات مشتركة لمنع وصول الأسلحة الإيرانية إلى اليمن. التوقيع في شبوة على اتفاقية لوقف إطلاق النار بين الجيش والميليشيا في مديريتي عسيلان وبيحان. نهاية النشرة قدمناها لكم من قناة بلقيس. للمزيد يمكنكم متابعة موقع القناة الإلكتروني، كما يمكنكم أيضا التفاعل معنا عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. نلقاكم على خير.